جوكر. جوكر من حق فايترز يختاروا موضوع السؤال. قدرات ذهنية. تسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 نقطة. سؤال ب30 نقطة، لو الإجابة صح ألف مبروك لفايترز ال30 نقطة، لو الإجابة غلط سفراء أول 3 نقاط من غير ما تجاوب. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 55 زائد 77 في 9 على 7 يساوي كام؟ 55 زائد 77 في 9 على 7 يساوي كام؟ إسلام إجابتك؟ 154. أيمن بيسقط، إجابة صحيحة. فايترز حرفوا لآخر نفس. 154 إسلام جابر، برافو عليك. أيمن سقف لك، وأيمن دايماً عنده إجابات القدرات الذهنية. وإسلام جابر بالإجابة دي أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب90 نقطة. فايترز 130، سفراء 120. مباراة جميلة جداً. سفراء هاردك؟ الحمد لله. يعني مش عايز ازعلكم، ولكن انتوا خدتوا الريسك وخدتوا الريسك، ولكن مش مشكله. استمتع بالتجربه والف مبروك ليهم. اكيد استمتعتوا، واكيد هتستعدوا اكتر للماتشات اللي جايه. المشكله الوحيده ان الماتشات الجايه كاس، بقت ماتشات كاس. اتمنى لكم كل التوفيق. تحيه كلها فريق سفاره.